احنا تونا صاحيين وهذا صج راس نبي شاد. يا حلو تونا صاحيين بنروق نبي صح صح اللي مخه صغير يروح يسناك عشان يفهم بعدين. يا ابوي يا حبيبي لا تعرض ابو لبن ها كفو يا راوي بسم الله العظيم قسم بالله اللي تعرضك تعرضني يعني. الرجال اللي يشتشك يقول ما يشتشك يا حسين كود الردي من اللي يشتشك ولا طيب ترى مين يقدر يشتشك تونا صاحيين يا ولد روسنا منفخه سلام انا منفخ وشو نفخ وانت وشو نفخ وشو نفخ انا علي راقد الناق في الهواء ذاك ما نفخ راسي وانت راقد النية هذاك انت هذاك هذاك انا يربع منهم تبري لو عضني بدهر ما انت خيبه ابلش اكلم كلام ابوي يرد علي بقصيده هذا ايش يسوي معاه يا حبيبي تكلم معنا الكلام الحين نفهمه ها سلام سلام الله حي طيب ابن بلال يلا حي مرحبا يا هلا مرحبا مرحبا وماشي تبقى وتحيا الله حي وش تبي شاهي ولا بن وقهوة في البس اسمع قهوه في البس سعد في البس شاي ولا بن في البس سعد ما عندي ابن بلال الا واحد يا نوم عيني مرحبا يا نوم عيني يا ابو العباد مرحبا الحين مليون يا الله انت كثر البقوه في كل دينك مرحبا مرحبا اعتمر على هناك اعتمر على ودها عبيط عام ودها هناك ها؟ عام اعتمر اي انت باللعبان سمي هو ترحب في المطبخ ها؟ مرحبا الرجال مرجل تابعها في كل دينك مرحبا في المطبخ مرحبا في المجلس مرحبا في الصالة مرحبا في وش تبي؟ لا لا مع كيفك هي؟ رادوي ولا رادوي؟ عدو بينا لا ما بردو يعني يا ابو العباء الرجال قصده يعني ان الرجال برجلته معه بس في المجلس دخلك دخلك انت خلينا اكلم ابو العباء يا ولد انا عقبني ابو العباء والله شوف الصراحه ضرب النفسي عندي رجال مرجلته معه في كل مكان ايش دخل المجلس هو حاط مرجلته بس قدام باب بيته بس المجلس والله بكل مكان بكل مكان والله بكل مكان غير صحيح المطبخ مو مكان ترحيب لكل مقام مقال المرحب مو مكان ترحيب المرحب طيب هلا وشو المطبخ هلا وشو المطبخ هلا وشو دولة تختصر هلا وشو ولد اتفهم غلط اتفهم غلط فهم غلط فهمني صح كيف هلا وشو هذا هذا مجلس هنا مجلس وهنا مجلس وهنا سيج وهنا كراسي هذا المطبخ طيب المطبخ ليس مكان ترحيب كل ابو عام سكك عال لا رحب هنا خذ كل شيء ترى الله ما شفنا لكن بلعب العظام صدق والله كذا بس ودي اعابطك كذا بس شوف يا حظك يا ابو اللعبان ليش؟ مالك ابو لبن مشتي عاطك احمد ربك اي والله يا اخوي يعني من ناس العبقريه من العبقريه للناس اللي ما شاء الله تبارك الرحمن اللي كل يتمناهم تنافس انا وياهم والله العظيم طيب صدقها طعم والله انه ناجح اقسم بالله العظيم ناجح واللي ناسه ناجح الله يجزاك شفت المباراه عشان حاضر القرى كاني والله يداك كم ترتيبك بين اخوانك يا ابو لبن ترتيب اخواني الاكبر من الذكور الرابع من الله يخليك لهم ان شاء الله ولد اليوم مطار طيب اخوانك الذكور كم واحد اصغر منك على الله الله اسمه عبد الله شاعر وكذا لا على حافظ لك ليس شاعر ترضي ورا والله ما احتوى امبارح في احد تكلم قال العقل قسمين قسم باطن لا قسم مهني وقسم اخوي اخذ القسم المهني اخوي انسان عملي عرفت اي شيء بالبيت احتاج تصيح اخوي شغيل اخوي شغيل ما شاء الله انا الشغل وسط اذا احتويت اشتغل ما احتويت اسحب على الشغله كلها لا اخوي شغيل ما شاء الله عليه ايش يدرس هو؟ خلص ثانويه والحين اظنها اي دخل جامعه جعلك تشوفه بعلى المناصب يا رب الله يسلمك الله يفرحك اللهم امين الله يسلمك ان شاء الله الزكمه 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 يعني وجع بالبطن تعال الزكمه صداع 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 تراك عمر تعال 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 والله انا عقوبه جمعكم ربي ذا اليوم تعال عبد الله تعال يا هلا يا ابو زهره الله حيو اهلين عبوداتي تراني طالبك ما تدخل علي في المطبخ شوف عوض الله مشى دقيقه عوض الله مشى دقيقه انا نصح دقيقه وش عبوداتي ها انك انت انك انت عبد الله محلف انا ما عمري فكه ما عمري فكه مره ما لا نجي
هذا شوالي يجي هنا. الله حي عبد الله. يا اهلا وسهلا. مرحبا عبد الله. هلا والله. هلا طيب. هنا في ادمي ترى تسلم عليه. الحمد لله. سلم سلم على الرجال هنا. هنا في ادمي تسلم عليه. هذا مد يده ما مد يدك انت تعبان. كيف الحال؟ كيف حالك؟ الله يحييك. عساك من طيب؟ ابشرك الحمد لله لانك انت من طيب انا طيب. الحمد لله طيب والله. اللهم انت طيب؟ بس اني شوي منو. ايش عندك اليوم لابس بهارات؟ الله يحفظك. انا لابس بهارات يقول لي. رد رد عليك. ليه لسان لك انا؟ لا عضيدي. ها؟ عضيدي. عضيدك في الليالي اعان بس عاد علي رد على الرجال. بهارات؟ بهار انت. لك بشك. بمروح لك انت رد يعني. لا والله ريحة بهارات حلوة. طيب قول لي. انا مدحت. بالله تكفى يا ابوي. لا اله الا الله. ها؟ عطنا شيله. شيله. حداك. تحمست البلح حصلت جبت أقول لكم شيء ما كفي إذا أعطيتنا شيء لا بطيبك رشة واحدة نعطي رشة واحدة بس وغالي عليك أنا بغ... أنا ب... والله أنا أنا ولد أنا بغرقك لا لا, لا رشة واحدة وغالي عليك تكفيك تكفيك ثلاثة أيام قدام غالي عليك والله من زينك أنت سوي عطرك والله هذا هذا والله هو عطر برأسه الله يس يا اخي الله يسعدك الله يسعدك والله عطر والله العظيم طيب عيني عطر واحد بالله ولا تهو اعطيك اعطيك شيله بس بشرط تعترف ان الناقه حيوان يلا هم غصب عنه الناقه حيوان طيب عي يقول مو حيوان ما تدري اقطعوا الموضوع لا لا سالفه سالفه هذه لا اقطعوه والله العظيم اقطعوه 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 علمني اقطعوه ما لك شغل يا اخوي حيوان بشوف انت فرس كيلو شنو في راسك؟ عقل عقل؟ أيوه. طيب وش تقول بي؟ انه حيوان خلاص يا حب ايوه طيب اسمع عطنا قصيده زيد راسيد نبح لي عطنا قصيده يا ولد نبح لي قصيده اسمع اسمع ابو لبن يقول ما الله خلقني بس لاهل الانتقاد الله اصلح ظنون اللي يسيئون الظنون فلا يلام المرء من بعد اجتهاد يرضون خلق الله ولا يزعلون وإن ظلموني قلت يا رب العباد اغفر لقومي إنهم لا يعلمون سلامتكم إسطام البتلاء وهذه الأبيات الوحيدة اللي تمنيت أن تكون لي دائما يقولون كل شاعر يقولون مش الأبيات اللي تمنيت تكون لك شاعر يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 سحلي بقى انا مروق سحلي خش 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 لا لا دخل يصير في بهارات انتبه فيك اذا دخل يصير كم اسمع والله العظيم اذا دخل يصير كم تعبان انت تعبان خلاص يا اخي ما بهارات 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 الناس كلهم ضروا ها لا هذا يقول انه بهارات ايوه اعطوني مويه بهارات البهارات شيء زين ريحته بهارات زينه اعطوني مويه دقيقه خليني احجم مويه ابشر بس هذا مويه خليني اجيكم بعتكم من هذا الحليب ذا حليب ذح حليب خلفه شو اسمه؟ ورز شليقي حليب خلفات ورز شليقي حليب 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 مو بحليب حليب هذا كيف انت ولغتك يا شيخ حليب حليب على طول يصير انت ولغه بس بس خلاص واحد دليلك كذا اليوم الكهرباء ما يصلح مو شفت السقعات انا اليوم كذا يا حبيب البلاد اهلا وسهلا لا شفت تمشيت امطار في مطر برا صوت المطر ذكر العاشق بمعشوقه معشوقه اللي وعد بالرجوع وغاب بالمره مره ولاحت بروق السحاب وحركت شوقه ما غير يفتح زرار الثوب ويزر الله اعطي شكر طيب شكر مرحان حاو عندك والله من كلماته لا شكر دولي شكر هذه لا ما هي من كلمات طيب طيب انا بحطها ها كثر ماني للمطر حيل شفت يا بالعباد ابي اضم الارض واللي عليها يقول الجو جو كان بعد العرب جو جو وين كان هم جو ما زال جو الارض خضر. جو 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 والسما كلها نو والعش من تحت الرياض انا هرج تراني اسلم وجو وو وو السلام يا هلا يا ابو الهيام ركاز يا هلا يا ابو الهيام يا هلا ماشي مرحبا الله حي الشيخ
اعتاد مرحبا بك طبعا حيه شلونك شلون صحتك مساك طيب ماشي سلعك ما حالكم يلا حيه سوي يا ابي والله بدي اسوي لنا كبسه باقي العزبه هذا اي كبسه بالسبري والله يا سلام ابهارات تبع هناك وهنا حط فيكم عقول على قدكم ما تكتب فوت لا مصاقر لو سبك العذري هذا والله حلو هذا قلت شيء ايش ايش الحركه هذه بالله عدها ايش اسمع الحركه هذه عبد الله كيف الحال اي ما يسمع صح الله يحيينا باك خليه يسمع الحين بعد شوي بهارات ما تسمع خليك تسمع بعد شوي خلاص ما بيك تسمع لا تسمع خليك يوسف كره شيخ هاي بس بلا قرب قهوة عندك ها قهوة قربها اشرب قهوة قهوة زمزمية انت الحين ما تسوي قهوة ولا تعرف من قالك معي؟ كيف تمشي هنا؟ من قالك معي؟ ما قد تبتدي قهوة من قال واحد ما قد تبتدي مو تعال وجهك يا تعلم تسوي القهوة زي الناس تعلم تعلم ريجي يشتغلني شردي أيوه؟ مع الريجي مع اخويا أيوه؟ اجيب التمر غسل الاناجيل أيوه؟ يودي القهوة يسوي حليب قهوة ارحب يا رجال يسوي حليب يا اخواني مرحبا خلاص اذا في واحد يقوم بالواجب ليش انا اقوم وتعب في واحد ريجي الاكبر منكم احد يقدر الريجي نعم كلنا هناك والله ايوه نقدم نقدم بعضنا صحيح طيب. ما هي مشكله خلاص يوم من عندك يوم من عندي ويوم من عند فلان يوم من عندنا يعني مو كل يوم مو كل يوم بالعب اسوي حليب اليوم انا بسوي حليب اسمع 10 ايام صح احنا 26 ما عجبني يوم 26 انا اسوي حليب فيكم في المطبخ لقى حتى لو ما اسوي شيء بس على وقتي بهارات شيء طبيعي كثرته فنان شكرا تسبب حرقان على مدحك ذا والله حليبك سكر كثرته تسبب حرقان شيء طبيعي لبى والله حاجه سكر هو لبى بهاراته والله حاجه لك سكر ها والله حاجه سكر من هناك يلا خص عليا سريع 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 صالح يلا يلا روح اي هنا شوف احنا 26 واحد طيب تمام طيب. اليوم العاشر إيه؟ اليوم كم لا مو العاشر اي 6 ايام 6 ايام 5 ايام 11 طيب لا صار يوم 26 ابشر عندي كل يوم على واحد لا صار يوم اي انا اخر واحد مالك يقول عان يا لا يا ابوي قال ها عان على البرق وين يبرق اليوم من الشمال اوه ايوه يلا شوف قال وين؟ قال عندي عندي ناظر ناظر الشاب ايوه قال ما في شيء ما في الا لوحه ايه قال سليم ودلفه حنت يطرق عليك الشيء ذا وش ذا؟ وش سليم ودلفه ذي؟ سليم ودلفه راح وش معناها؟ تعال وش معنى سليم ودلفه؟ كلام اولي كلام اولي سليم ودلفه وش معناها؟ سليم ودلفه؟ ايه طيب الحين مو انا طق زي هي وش هي؟ شرايب مو انا طق زي وش هي؟ عدا سبحان العظيم السعوديه كان مول عشاء السعوديه يا ابوي كل ديره فيها سليم ودلفه سليم كريم ودلفه قل كريم سليم سليم كريم ودلفه قل كريم قل كريم كريم سليم هذه وين جبتها سليم لا هو صادق سليم ودلفه إيه؟ كريم كريم سليم هذه وين جبتها سليم 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 يا اخوي ما عايشين يا اخوي معك ما تعرف لغتك قال ايش قال سليم لغه خاصه لا لا غريبه انا بترجم لك الحين لغه عندي انا ما تدري عنها يا ابوي اجي جيب اجي قل لي جي قام قع جي قام جي قح جري يلا جي سي ميكانيكو ما كذا يلا ادري على رد على رد على رد عليك طول ما يقدر يرد ما فهمه لا صادق رد عليك طول اللي عندي فيك سليم جديد هاي سليم اسمك كريم كرم مو سرم كريم كريم اللي هنا اللي يوديني ويجيبني بالله سوفيا تدب سليم مرحبا يا عبد الله عبد الله كريم وش اسمه اسمه كريم صح هذا يقول سليم الكريم اسمه باللعبان هاي طول عمرك شكرا 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 هذا الصدق وين كريم يستاهل ابو بس مو بسليم كريم ليس سليم طيب قول له الله ذاك مره بس سوي لنا قهوه ابشر متى تبي تسوي لنا حليب شاهي متى تبي ابشر بعد بعينك حي ولد العين متى تبي بس يا طال عمرك انت تدري الحين انت موتري اللي كذا كبره ها انت تدري موتري اللي كذا كبره دبته مليانه حزبه كل ما يخطر على بالك حزبة فطور حزبة غداء حزبة عشاء موتري والله اي والله العظيم موتري تعرف موتري صح بدون ما تذكر اسمه طيب وراك ما جبت عرفت وراك ما جبت قالوا العزب تفتش وبتنتسب وليش خليته
ولا موتري عرفت كان عزبة فطور عزبة غداء عزبة عشاء وعزبة نوم عزبة كاملة مكملة والكامل وجه الله سبحانه. أنت بخليه بس تكنت خاص عادي إيه أشيل أطلع لا من طلعت أطلع هذه أربع أيام أسجل حالي خسيلة طيب سجل هذا التشهور ريا أنا على الجيرة لا لا أربع أيام أربع أيام سجل وابعد عن الدار أربع أيام متى صارت هذه الشهور الساعة عندك بيوم أنت لا تونا اذا الله حياك ان شاء الله بعد 90 يوم قول هالشيء الساعه اليوم او خمس ساعات شوف حتى واثق انه ما راح اطلع 90 يوم يقول لك طيب هو صادق استاذ من حقه ابو لعبان ما راح تطلع يعني راح تنزل يعني شلون لي مطلع مطلع ولا يطلع ما راح تطلع يعني راح تنزل ام قطب ذا الحركات ابو لعبان تركب ايه ابو لعبان هذا هي اذكرها وكنت اسويها واضحك للشباب وانا عمري 9 سنين بالله اي والله انا اذكر كنت اسويها وانا عندي انا عندي 33 سنه تسويها وعمرك الحين 40 يا شباب والله يا جو برا والله يا جو والله يا جو برا فنان وين جو برا الشمس لا لا والله فنان والله خبط لي الكل وانا وده انت مثلي طب والله انت كذا اي رحت هناك بغصب جاكم مطر مطر جاي البارح يا اخي جيت صحي الساعه 6 تقريبا فجر فجر قلت له قلت لحسين حسين حسين قلت لحسين حسين قال قاعد يقول يمكن نص ساعه وبس ديواني ما تدري صح والله ما دا تعب لا جيت انا جيت كانوا دحام جيت ابغى اصحيك عاد مطر مطر لا حول ولا قوه الا بالله والله امطرت جو فنان جاء مطر الصبحيات الساعه كم الساعه يمكن 7 وانت ما تدري تقول وده هو يوم صحى قال فجر قال الساعه 7 هلا يا ابو نادر انا صاحي ما لقيت الا الساعه 7 سكر سكر الباب معك وين بطيح هذا ترى الصراحه المطر مش ما شفت سمعت الصوت من صبح من صبح وهي مغيمه صوت المطر اقول من صبح انا نمت هناك انا نمت هناك ترى نمت قال ما شفت المطر انا نمت هناك وسمعت صوته ايوه لا لا شوف هي من صبح مغيمه 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 جانا غبار كذا اول الغلس اول شيء جانا غبار جانا غبار هيا غبار اعطانا في وجهنا كلنا هيا غبار اي جانا عج وغبار بالله نعم كان عجن قوي وهواء صلب هواء المطر انا كنت عارف انه بيجي مطر الهواء اللي مطر طرح الاغراض اللي هنا وطرح كل والله اي والله هو ما دريت تب بس المطر انا والله ما دريت تب تعبان والله رقت ابو نادر ابو نادر سكر الباب سكر الباب الحليب روح جيب الحليب والله حليب ها ايه انا تعبان تعبان حتى نروح اجيب مرحبا يا راحيه مرحبا يا باي مرحبا ومرحبا يا ابو مرحبا ارحب تعال تعال خلي اصب لك خلي اصب لك واحد تعال حاول شاي طير النور طير النور طير النور من اخوك هبل واحد طير النور هبل واحد يلا راجيك يلا راجيك قبل اللعبه يا انا يوم جيت بلا قهوني ولا انا خشاره انا خشاره عاد عطوا مراد والله ما يجي اكتك اكبر القوم أجل. أنا خشارة صد لبس البلايا لبس البلايا الريجي أيوة رواج أنا قدو عناك يا ربي ها؟ أنا قدو عناك عليك ما أنا قدو عناك كنت ربي خلنا نجلس مع الرفاق الله يطول عمرك أنا قدو عناك اقدعوا وفكر ريك فكر ريك فكر ريك فكر ريك الله يخليكم ليش هذا ما خلص تبخر شوف الحاجات الوسخة من اي بالله إيه؟ شنو هذا شفت لا تخليها مكانك تقهوى تخليها الله يهديكم ويصلحكم اللهم امين الله يصلح الجميع يهديك مين في وجهك ووجهها رايح الخ الصوت رايح والدنيا رايحه تدري ليه راح تنعوض اعطيتك عيني يا متني قبل شيء ما بك تغني استغفر الله لا والله شرك ما شاء الله تبارك الرحمن لكن والله مو وقت شيلات وانا توي صاحي كذا ما احب بالله صد والله يا اخوي انا تدري ايش احب اسمع؟ صدق علمك بشيء انا بعلمك بشيء والله كنت اقوم من النوم اقول والله ايش رايك؟ اصيح شوف اصيح تربعه انا 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 ما أطلع. ما اخفي عليك مرت علي فتره اقوم من النوم والله اني اتكلم قصيد من كثر ما بعلمك والله اني نايم كذا يا ولد شفت اللي حياتك كلها قصيد بقصيد اقوم من النوم اتكلم قصيد لان يا ولد خلاص مليت
إذا شيء روتين واحد يومياً 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 تمل. ومير بديت تحول شوي. وأنا صغير كنت أصحى أسمع قرآن وأنام أسمع قرآن، ما أنام إلا على صوت القرآن. أسلم. والحين أنام على صوت حسين اللعبان. قصدي أصحى على صوت حسين اللعبان. تخيل أنام على صوتك. الله منك. الله. بس شوف. أصحى على صوت حسين اللعبان. قال يغني عندي ذني. يا ابن آدم لو كل ما يكبر. أيوة. سبحان الله يختلف عندي شيء. أيوة. يصير يحس كل شيء. ويصير الصوت مزعج يزعج طوالي يعني مثل صوت انه صوت يعني مثل صوتك يعني ازعجني يوم انك غنيت ازعجني انت طال عمرك عايش بعبيه ما عندكم اصوات ما عندكم مدعان صغار جدا جدا بالك ما تدري 13 بزر عيال بنات خلاص يا اخوي ترى يعودونك على الشيء على الازعاج يا ابوي 13 ادخل البيت يا ابو ريما مالك مالك طيب ابي احدث وابي وضع اجتماعي تهلنا فيها بس ما عليه اي اجي تقبلني دام 13 ولا واحد تقبلني تقبلك شكرا ها تقبلك شكرا الله طحت من عينك اليوم كني مسوي مع جنابك خطيئه يا ولد عطنا الشغل اللي عندك يا حيلان شوف يا ابو لبن يا لبيه لبيت حاج ما هو انا بسالك تفضل وانت جاوب ها ما هو الشيء ما هو الشيء هلا وغلا مرحبا ومسهلا حي الله مرحبا سعد مرحبا ومسهلا تعال تعال حي الله فلفل الرومي تعال 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 مرحبا 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 شلونك طال عمرك خير شلونك يلا حيه مرحبا مرحبا ومسهلا الله يعافيك تفضل انا البن معاه هناك والتمر والعلوم الزينه كل ابوها عاد وشدر علومك زين عاد وشدر مرحبا من الف اسلم اسلم وش سؤالك؟ ها؟ سؤالك ويش؟ سؤالي طال عمرك ما هو الشيء؟ انا من قصدون اسلم اسلم ما هو الشيء؟ اللي ما هو أصغر حيوان أصغر حيوان وأطول رجلي القمر ها القمر يوي وي نوي لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة القمر حيوان من فصيلة الحيوان لا يا والله حشرات لا حول ولا قوة إلا بالله الحين حشرات حيوانات خلاص 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 انتهينا 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 دقيقة بسألك طيب بسألك بسألك الله يرحم والديك الحين حشرات تعتبر حيوانات حشرات حشرات ولا حيوان حيوان دقيقة اي حشر حيوان حشرة قال حشرة اي بس انها من جنس الحيوانات صح؟ ما ادري عاد ما تجيبه يبيني اراجع كتاب الاحياء حق سادس ابتدائي يا رجل يا ولد خليني اشارككم في سؤال انا بس انا سلام انا بس في شيء اني بيروح طيب وش الحيوان تقولها تقول شو اصغر شيء اصغر شيء واطول رجلين اطول اصغر شيء واطول رجلين اطول رجلين في الحيوان النمله اي صح النمله بعد حشره لا حول ولا قوه الا بالله والله لو وقت تروح هناك طيب عاد عندك سؤال عاد اليوم انا يعني بكذا جاوبكم بجاوب ما هو الشيء اذا ما الذي اذا ما توفى شفت كيف ضحكت والله ضحك 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 قاعد تضحك ضحك والله العظيم خطير انت يا ولد طيب ما هو الشيء اذا حياه ما مات حسين ذي اللعبان الله اكبر عليك يا والله ما شاء الله شفت كيف مخ يا عبد الله مخ ذكي يا اخي مخ ايش يعني اللي تسمونه اينشتاين العرب لا لا اينشتاين سموه مالك ابو لبن شوف انت فيك مخ لكن فيك شيء مدك سبحان الله كره مخ ولا تعرف هذه مشكله هذا انا عرفت المخ يعني سبحان سبحان مزل العقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم سبحان الله ابشر ممكن ادفع يا ابو لبن اسلم
انت كنك ارسلت واحد قبل شوي يجيب غرض وما جاء الحين صح؟ يبي يجي ان شاء الله. اسلم وش هو بيت؟ دام محاوره ابد غني انت اشبع انا معك. هلا وسهلا فلفل رومي فلفل اخضر فلفل اخضر ما عليه تعال تقاو تعال تقاو خذ الفنجان تعال 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 ما عندي الا واحد ما عندي الا واحد ما عندي الا تعبان انا قلب واحد ومشروق ولد المستشفى الله يسعد حبيبي مرحبا مرحبا حبيبي دكتور حاتم وينه؟ ما تفضل مرحبا ومسهلا على قدوعناك والقهوه وعلوم الجار كل ابوها مره شكرا تفضل اسلم من ازعجتني ورهقتني من تب وصمت من ازعجتني الحبو ذهب جاء وعاد كما كان لا والله جميل خلاص بغيت ارد له اياك الحين عاد غنيمه انا معه ادب الغنائم كلها كثره يعني يجيك تسمم